للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو دكتور عاصف ملحم، مدير مركز جي سي أم للدراسات والخبير في الشؤون الروسية. دكتور، وبعد التحية، ساعات قليلة وتحتفل روسيا بعيد النصر، ما هو أهم ما تراه في الأجواء في موسكو والإجراءات الأمنية المتخذة، وما هي دلالات مواصلة موسكو لعمليات إجلاء المواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرتها في زابوريجيا؟ صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. طبعا أجواء في موسكو هنا طبيعية تماما، الناس تابعة أعمالها وكأنه لا يحدث شيء على الإطلاق، بالرغم من الهجوم الذي حصل على الكرملين، إلا أن الناس لا تكترث بهذا الموضوع إطلاقا. الشيء المخيف في حقيقة في احتفالات مصر في هذا العام تحديدا، الأنباء المتواترة من أوكرانيا تحديدا تؤكد على أن الهجوم المضاد المزمع قد يتم هذه الليلة، اليوم، أي مساء، في صباح عيد النصر، حتى يتم تعكير أجواء عيد النصر، ويعني يحمل معه هذا الهجوم تأثير نفسي إعلامي كبير على الشعب الروسي. هذه الأنباء، وتشير بعض المواقع في الواقع، وهذه الأنباء غير مؤكدة، أنه تم يعني أخذ الهواتف المحمولة من الجنود الأوكراني الذين سيقومون بهذا الهجوم. طبعا هذه الأنباء غير مؤكدة حتى هذه اللحظة، ولكن هذا ما يتم تداوله حتى هذه اللحظة. فيما يتعلق بمحطة زاباروجيا النووية سيدي، طبعا هذه المحطة يعني هي مشكلة المشاكل، والمشاكل لا تتعلق فقط بعمليات القصف التي تتم عليها مباشرة، بل تتعلق أيضا في المشاكل الداخلية داخل المحطة. يعني عندما جاءت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذه المحطة، قامت بفحص فقط الأضرار الخارجية الفيزيائية وليس أكثر، ولكنها لم تقوم بفحص الأجزاء الداخلية. وأنا في الواقع نشرت في فبراير الماضي بحثا عن هذا الموضوع وبحسابات هندسية دقيقة، وهذا البحث نشرته في إحدى المجلات العلمية في هونغ كونغ، تحدثت فيه عن أحوال التبريد التي ممكن أن يندلع منها في أي لحظة، من يعني بكل بساطة تفاعل تسلسلي نووي، لأننا نعلم جيدا أن يجب المحافظة على خطوط التغذية الكهربائية لمنظومة التبريد، الأحواض التبريد داخل المحطة. فنحن نعلم جميعا الوقود النووي الذي يكون داخل المفاعل عادة يتم إزالته من قلب المفاعل ووضعه في أحواض التبريد، والتبريد يتم بالماء، وهذا الماء يجب تبديله باستمرار عبر مجموعة من المضخات ومنظومات التبريد. فإذا توقفت هذه المنظومات وهي تعمل يعني وفق تغذية كهربائية، توقفت هذه المنظومات، ففي أي لحظة قد يتبخر هذا الماء الموجود داخل أحواض التبريد، وقد يندلع في أي لحظة من قلب أحواض التبريد نفسها، يعني تفاعل نووي تسلسل يؤدي إلى انفجار نووي في تلك المحطة. وهذا خطر داهم دكتور ملحم، لكن على الصعيد السياسي كيف ترى أفاق الحلول بالنسبة على الصعيد السياسي؟ هل ترى أن خصوصا عن المبادرة الصينية، وهل بعد استهداف الكرملين الأخير ستوافق روسيا على الدخول في محادثات مع أوكرانيا؟ سيدي، روسيا دائما هي مع المحادثات، يعني روسيا لم ترفض ولا أي لحظة على الإطلاق التفاوض مع كييف. المشكلة هي في الأطراف الغربية التي تدفع كييف إلى المزيد من يعني من العمليات العسكرية، المزيد من مواجهة روسيا. روسيا في هذا الوضع في الواقع لا تثق بأي طرف غربي على الإطلاق، يعني وخير مثال على ذلك هي يعني مفاوضات مينسك الماراثونية، وفي النهاية تبين أنها مجرد خداع ومراوغة من قبل الدول الغربية. المشكلة لا تكمن في أوكرانيا ولا تكمن في روسيا، المشكلة تكمن في الدول الغربية نفسها. فحتى هذه اللحظة لا يوجد أي مؤشرات أننا مقبلون على مفاوضات من أي نوع. هناك جهود مستمرة، هناك يعني مشاورات مستمرة بين جميع الأطراف، بين الصين وروسيا، بين الصين وأوكرانيا والدول الغربية، ولكن المؤكد أن أوكرانيا مقدمة يعني أو مصرة بالأحرى على القيام بهجومها المضاد، والذي قد تقابله روسيا بردة فعل عنيفة قد يعني يلغي أي إمكانية لأي شكل من أشكال التفاوض والاتفاق بين الطرفين. شكرا دكتور آصف ملحم، مدير مركز جي سي أم للدراسات والخبير في الشؤون الروسية، كنت معنا من موسكو.